الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين بكل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. أما بعد، من كتاب صحيح مسلم للإمام الحافظ الحجة أبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء صحيحه وشراحه في الدارين آمين. الباب الثاني من الكتاب الخامس والأربعين، كتاب فضائل الصحابة رضي الله تعالى عنهم. باب من فضائل عمر رضي الله عنه. سيدنا عمر بن الخطاب لقبه الفاروق وكنيته أبو حفص. أبو حفص نسبة لحفصة ابنته لابن الكبيرة، أول من أنجب حفصة فسمي أبا حفص، فكنا بها، فيبقى يكنى أبا حفص ولقبه الفاروق واسمه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه ونفعنا الله بعلومه وعلوم ذريته والصالحين في الدارين آمين. بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير للإمام مسلم في صحيحه الحديث 38 بعد 306,000، قال حدثنا سعيد بن عمرو الأشعثي وأبو الربيع العتكي وأبو كريب محمد بن العلاء، واللفظ لأبي كريب. قال أبو الربيع حدثنا، وقال الآخران أخبرنا ابن المبارك عن عمر بن سعيد بن أبي حسين عن ابن أبي مليكة قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول وضع عمر بن الخطاب على سريره بعدما طعنه أبو لؤلؤ المجوسي وعانى عدة أيام، وأوصى الخلافة من بعده أن تكون في 6، ثم توفي ووضع على سريره، أي مكان المعد للتغسيل، تغسيل الميت. فتكنفه الناس يدعون ويثنون ويصلون عليه. تكنفه يعني أحاط به الناس، يعني الصحابة. يبقى لفظ الناس هنا لفظ عام يراد به الخصوص كده في لغة العرب. فأمرت أن أقاتل الناس، يعني يقاتل العرب الذين منعوه من إيه؟ من إظهار رسالة ربه. هذا الأمر خاص به في حال حياته صلى الله عليه وسلم، وليس الأمر موجها للأمة طول الزمان. يفضلوا يقاتلوا في الناس، ما حدش قال كده إلا داعش ومن والوه. أمرت أن أقاتل الناس، يعني العرب الذين منعوني من إيه؟ من إظهار رسالة ربي، وجاءوا واضطروني للهجرة، ولما هجرت لم يتركوني في مكاني بل جاءوا يحاربوني ويدفعون الناس على قتلي، فأمراني لأن أقاتلهم حتى أظهر. فهذا الأمر خاص بالنبي في حال عصر النبي حتى يستتب أمر الدين. فالناس لفظ عام يراد به الخصوص غالبا. لكن يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، ده لفظ عام خلاص، لأن كل الناس مأمورة بعبادة ربها. يبقى لابد أننا فتكنفه الناس، كل الناس حتى اللي في الهند والصين والأمريكا واللي ما تولدوش تبقى غباوة. اللي يفهم الناس لفظ عام بيبقى غبي. تكنفه الناس يعني الصحابة المحيطين به وأقرانه الذين عاشوا معه في زمانه، أدي الناس. فتكنفه الناس يدعون ويثنون، ويثنون يعني يذكرون فضائله، ويصلون عليه يعني يدعون له قبل أن يرفع. قبل أن يرفع يعني إيه؟ يرفع ليدفنوه، ليدفن. وأنا فيهم، أنا فيهم من الراوي ابن عباس، سيدنا عبد الله بن عباس يقول وأنا فيهم،
قال فلم يرعني إلا برجل قد أخذ بمنكبي من ورائي. يعني فوجئت بواحد بيحط ايده على منكبي بيوسع كده عشان يدخل. فوجئ سيدنا عبد الله بن عباس بهذا. فلم يرعني يعني لم يفجأني إلا برجل قد أخذ بمنكبي بمنكبي، ينفع بكسر الميم وفتح الكاف أو بفتح الميم وكسر الكاف، لغتان صحيحتان. قد أخذ بمنكبي من ورائي، فالتفت إليه فإذا هو علي رضي الله عنه وكرم الله وجهه عليه السلام، فترحم على عمر وقال ما خلفت أحدا أحب إلي أن ألقى الله بمثل عمله منك. بيكلم سيد، يبقى الميت يخاطب لأن روحه موجودة. يجي الناس الوقت يخطبوا الموتى ويزوروهم، الوهابية يقولوا عليهم بيعبدوا القبور، شيء عجيب. الميت الموت لا يطرأ إلا على الجسد، أما الروح فموجودة وأنت بتخاطب روحه، والإنسان إنسان بروحه لا بجسده، أو بيخاطبه بعد ما مات. سيدنا علي بيقول إيه؟ ما خلفت أحدا أحب إلي أن ألقى الله بمثل عمله منك، ويم الله، وده يمين مغلظ، إن كنت لا أظن أن يجعلك الله مع صاحبيك. يعني كنت أنا أعتقد أنك هتدفن برضو بجوار إيه صاحبيك اللي هو سيدنا رسول الله وسيدنا أبي بكر الصديق. وهذا يدل على حسن ظن سيدنا علي بعمر بن الخطاب وثنائي عليه، وهذا حج على الشيعة الذين يلعنون الشيخين ويدعون أنهم أتباع لسيدنا علي، وسيدنا علي يبرأ من ذلك. فهذا يدل على حسن ظن سيدنا علي بصحابة النبي صلى الله عليه وسلم وشهادته للشيخين أعظم شهادة. وذاك أني كنت أكثر أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول جئت أنا وأبو بكر وعمر، ودخلت أنا وأبو بكر وعمر، وخرجت أنا وأبو بكر وعمر، فإن كنت لأرجو أو لأظن أن يجعلك الله معهما. يعني كما كنت معهما في الدنيا، وأن النبي يخرج معك ومع أبي بكر ويذهب ويجيء معك ويجلس معك ويذكرك إذا غبت، فتيقنت أن ما كان في الدنيا وكان لله يدوم ويتصل، فيكون أيضا بعد ذلك في أخراك تكون معهما بجوارهما، لأن ما كان لله دام واتصل، وكان محبته للنبي في الله، وعلاقة النبي بصحابته كانت علاقة في الله. وعن أبي قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عيسى بن يونس عن عمر بن سعيد، عن عمر بن سعيد في هذا الإسناد بمثله. وعن أبي قال حدثنا منصور بن أبي مزاحم قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح بن كيسان حا قال وحدثنا زهير بن حرب والحسن بن علي الحلواني وعبد بن حميد واللفظ لهم قالوا حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب قال حدثني أبو أمامة بن سهل أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أنا نائم رأيت الناس يعرضون وعليهم قمص منها ما يبلغ الثدي ومنها ما يبلغ دون ذلك، ومر عمر بن الخطاب وعليه قميص يجره، قال وماذا أولت ذلك يا رسول الله؟ قال الدين. يبقى الثوب في الايه في المنام هو الدين. فالنبي صلى الله عليه وسلم رأى في منامه أن الناس يعرضون على رسول الله وكلهم مكسي بأثواب مختلفة وأطوال الثياب تختلف، بعضهم حتى عند ثديه وعاري باقي جسده، والآخر إلى سرته، والآخر إلى نصف فخذه، والآخر إلى كعبيه، وجسدنا عمر وجد ثوبه يجر على الأرض مساحة كبيرة، فقالوا ماذا أولت يا رسول الله؟ قال الدين. وكونه يجر على الأرض أنه يترك أثرا حسنا يذكره به الناس إلى مدة طويلة، وهذا ما حدث.
لأن الله سبحانه وتعالى يقول إيه؟ يا بني آدم خذوا، يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. فسمى التقوى لباس، واللباس هو الثوب، فيأتي في المنام يظهر الثوب في المنام وهو عالم المعاني، فيؤول أنه الدين. شفت بقى أصل التأويل جاي من القرآن، ولباس التقوى ذلك خير. فيبقى اللي يشوف نفسه مثلا في المنام لابس ثوب مخرق مقطع مزفت مدهول أو بلا ثوب، يبقى العيب في دينه، عليه أن يراجع نفسه وأن يتوب إلى الله. وعن أبي قال حدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن أن ابن شهاب أخبره عن حمزة بن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال بين أنا نائم إذ رأيت قدحا أتيت به فيه لبن فشربت منه حتى إني لأرى الري يجري في أظفاري، ثم أعطيت فضلي عمر بن الخطاب قالوا فما أولت يا ذلك يا رسول الله؟ قال العلم. يبقى اللبن في المنام علم، لأن العلم فيه صلاح الدنيا والدين، واللبن فيه صلاح جسد الصبي فينمو ويترعرع أحسن نمو، فصار رمزا للصلاح وللأخلاق الحميدة. يبقى اللبن في المنام العلم. سيدنا عمر دي في فضيلة كبيرة أنه شرب فضلة علم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا يدلك على فضيلة عظيمة لسيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه. يبقى القيد في المنام، القيد في المنام الدين والتكاليف الشرعية. والنبي كان يكره الغل في المنام، والثوب في المنام هو ايه؟ الدين. والخمر في المنام هي الغواية، الغواية يعني رأى نفسه يشرب خمرا في المنام، يعني انه في غواية وبعد وغي عن مولاه. واللبن في المنام يعني العلم. كل هذا يفيد في تأويل وتعبير الرؤى، مهمة الحكاية. وعن أبي قال وحدثناه قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن عقيل حا قال وحدثنا الحلواني وعبد بن حميد كلاهما عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن صالح بإسناد يونس نحو حديثه. وعن أبي قال حدثنا حرملة قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب أن سعيد بن المسيب أخبره أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول بين أنا نائم رأيتني على قليب عليها دلو. القليب هي البئر غير المطوية، البئر المطوية هو التي حولها حول فتحتها بناء سور، لما يبقى البئر حوله سور يسموه مطوي، بئر مطوية. أما إن لم يكن حوله سور يسموه قليب، عشان اللي ماشي يتقلب فيه على طول، مفيش حاجة تمنعه، فيبقى إيه؟ بئر غير مطوية. بين أنا نائم رأيتني على قليب عليها دلو فنزعت منها ما شاء الله. ده النبي يعني نزعت، يعني اغترفت من ماء البئر في الدلو ما شاء الله، اللي هو ايه؟ فترة عمر النبي يعني صلى الله عليه وسلم. ثم اخذها ابن ابي قحافة فنزع بها ذنوبا او ذنوبين، وفي نزعه والله يغفر له ضعف. والله يغفر له، دي كلمة كده زائدة عند العرب يذكروها تبركا، مش معناه انه مقصر، يذكرها تبركا، فهم؟
يبقى ذنوبا او ذنوبين، اشاره الى مده خلافته، لان مده خلافه سيدنا عمر بن ابو بكر الصديق كانت سنتين وعده اشهر، فدي اشاره الى مده خلافته. والضعف ايه؟ ان هو انشغل في مده خلافته بقتال من ارتد فلم يقاتل الكفار، بل قاتل من ارتد فاعاد للدين قوته. فهم؟ ومهد الامر لسيدنا عمر، فلما جاء سيدنا عمر من بعده كان هناك استقرار في الدوله، فاستطاع ان ينشر الاسلام، وبالتالي يبقى سيدنا عمر في صحيفه ابي بكر، لان لولا جهد ابي بكر في سنتين وعده اشهر ما استطاع عمر ان يفعل ما فعله في 10 سنوات خلافته. فهمت؟ فاخذها ابن الخطاب، يعني اخذ ايه؟ الدلو بعد ابي بكر. فلم ارى عبقريا من الناس ينزع نزع عمر بن الخطاب، القوه يعني العبقري اللي هو القوه الذي يفعل ما لا يستطيعه الاخرون. يبقى العبقري هو الذي يفعل فعلا لا يجاريه فيه الناس، يسبق الناس والاقران. فلم ارى عبقريا من الناس ينزع نزع عمر بن الخطاب حتى ضرب الناس بعطن، العطن اللي هو مبرك الابل حول الماء، الابل لما تشرب تروح ايه نايمه حوالين الماء كده ايه في المبرك، هذا المبرك يسمى العطن. وهذا يدل على انتشار الاسلام وكثره من شربوا من ماء حياه الشريعه، فالماء في المنام الشريعه التي فيها حياه الايه؟ الابدان والقلوب. يبقى عرفت الماء تاويله ايه في المنام؟ الشريعه. واللبن العلم. حتنتشر شرائع الاسلام في بلاد كثيره في خلافه سيدنا عمر، اشاره الى ايه؟ الفتوحات. وينتشر الخير والايه؟ حتى ان الناس تشبع كما رويت الابل فتنام حول الماء بعطن، اشاره الى ايه؟ ان سيدنا ابي بكر يكون بعد رسول الله، واشاره ان سيدنا عمر يكون بعد ابي بكر. كل هذه اشارات مناميه من النبي صلى الله عليه وسلم، خلافا لما تدعي الشيعة انهم اغتصبوا الحكم من علي بن ابي طالب. سيدنا علي نفسه لا يعترف بهذا ولا يدعي ذلك. وعن ابي قال وحدثني عبد الملك ابن شعيب ابن الليث قال حدثني ابي عن جدي قال حدثني عقيل بن خالد حاء قال وحدثنا عمرو الناقد والحلواني وعبد بن حميد عن يعقوب بن ابراهيم ابن سعد قال حدثنا ابي عن صالح باسناد يونس نحو حديثه. وعن ابي قال حدثنا الحلواني وعبد بن حميد قال حدثنا يعقوب قال حدثنا ابي عن صالح قال قال الاعرج وغيره ان ابا هريره رضي الله عنه قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رايت ابن ابي قحافه ينزع، بنحو حديث الزهري. بدل ابو بكر يعني قال ابن ابي قحافه. وعن ابي قال حدثني احمد بن عبد الرحمن بن وهب قال حدثنا عمي عبد الله بن وهب قال اخبرني عمرو بن الحارث ان ابا يونس مولى ابي هريره رضي الله عنه حدثه عن ابي هريره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بين انا نائم اريت اني انزع على حوضي اسقي الناس، فجاءني ابو بكر فاخذ الدلو من يدي، او يبقى من بعدي، دي اشاره انه ياتي من بعدي، ليروحني يعني ليريحني، فدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم استراح بانه اختار الرفيق الاعلى، وقال حتى لستنا فاطمه لكرب على ابيك بعد اليوم. فالموت راحه واستراحه لاهل الصلاح، ولا اصلح من رسول الله فهو امام الصالحين صلى الله عليه وسلم. فأخذ الدلو من يدي ليروحني يعني ليريحني، فنزع دلوين وفي نزعه ضعف، والله يغفر له، لقصر مدة خلافته، لقصر ايه؟ مدة خلافته. فجاء ابن الخطاب فأخذ منه فلم أرى نزع رجل قط أقوى منه حتى تولى الناس والحوض ملآن يتفجر. يبقى تفجرت بقى ايه؟ علوم الشريعة في عصره ايضا.
وعن أبي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير واللفظ لأبي بكر قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا عبيد الله بن عمر قال حدثني أبو بكر بن سالم عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أريت كأني أنزع بدلو بكرة على قليب. بدلو بكرة يعني دلو مربوط في بكرة، أدي دلو بكرة. فجاء أبو بكر فنزع ذنوبا أو ذنوبين، فنزع نزعا ضعيفا والله تبارك وتعالى يغفر له. يبقى هذا ليس على من باب التقصير كما قلنا، ولكن هو من باب التبرك بذكر المغفرة وذكر الله. يعني انت ساعات تسأل واحد تقول له يرحمك الله، منين اروح المقطم؟ مش كده برضو؟ ساعات الناس تبتدي كده من باب ايه، حسن البداية وايه والاستبشار. مش معناه ان سيدنا ابو بكر يعني مقصر، لان في ناس ممكن يفهم كده سيدنا ابو بكر لم يكن مقصرا. ثم جاء عمر فاستقى فاستحلت غربا فلم ارى عبقريا من الناس يفري فريه، يعني يعمل عمله. يفري فريه يعني يعمل عمله. حتى روي الناس وضربوا العطن. وعن أبي قال حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثني موسى بن عقبة عن سالم بن عبد الله عن أبيه عن رؤيا رسول الله صلى الله عليه وسلم في أبي بكر وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما بنحو حديثه. وعن أبي قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا سفيان عن عمرو وابن المنكدر سمع جابرا يخبر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حا قال وحدثنا زهير بن حرب واللفظ له قال حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن المنكدر وعمر عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال دخلت الجنة فرأيت فيها دارا أو قصرا فقلت لمن هذا؟ فقالوا لعمر بن الخطاب فأردت أن أدخل فذكرت غيرتك، فبكى عمر وقال أي رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عليك يغار. وهذا أيضا فيه يعني بشارة عظيمة لسيدنا عمر أنه من أهل الجنة، ودي بشارة كبيرة، بشرة بشارات كثيرة أنه من أهل الجنة دي من بينهم. وعن أبي قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا سفيان عن عمرو وابن المنكدر عن جابر حاء قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان عن عمر عن عمرو أنه سمع جابرا حاء قال وحدثناه عمرو الناقد قال حدثنا سفيان عن ابن المنكدر قال سمعت جابرا رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل حديث ابن نمير وزهير. وعن أبي قال حدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس أن ابن شهاب أخبره عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال بين أنا نائم إذ رأيتني في الجنة فإذا امرأة توضأ يعني يعني تتشطف يعني تغتسل، فيش حدث في الجنة، الجنة ما فيهاش أحداث، لكن توضأ هنا يعني إيه؟ يعني تتشطف تغتسل كده يعني. فإذا امرأة توضأ إلى جانب قصر فقلت لمن هذا؟ فقالوا لعمر بن الخطاب فذكرت غيرة عمر فوليت مدبرا. قال أبو هريرة فبكى عمر ونحن جميعا في ذلك المجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال عمر بأبي أنت يا رسول الله أعليك أغار؟ أعليك هنا يعني أمنك أغار، بس ليه بقى خلاها بلفظ العلو؟ لأنك أعلى قدرا من أن يغار منك، ضمن فيها معنى، ضمن فيها معنى علو قدر النبي. ما هو كان لو احنا مثلا مش فقهاء في اللغة، احنا مش فقهاء في اللغة، كنا نقول للنبي أمنك يغار يا رسول الله، بس ما فيش معنى العلو. لكن هم عشان فقهاء في اللغة فصحاء قالوا أعليك أغار، جاء بلفظ العلو، فأنت أعلى من أن يغاروا منك. فهمت ازاي؟ فلازم ناخد بالنا ان الصحابة كانوا عندهم يعني تذوق لغوي عالي، بأقل لفظ يعبر عن معاني كثيرة. ففي فرق بين عليك أغار ومنك أغار. عليك أغار فيها تضمين معنى علو ايه المخاطب، علو قدر المخاطب، يسموه التضمين.
وعن أبي قال وحدثنيه عمرو الناقد وحسن الحلواني وعبد بن حميد قالوا حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن أبي عن صالح عن ابن شهاب بهذا الإسناد مثله. وعن أبي قال حدثنا منصور بن أبي مزاحم قال حدثنا إبراهيم يعني ابن سعد حا قال وحدثنا حسن الحلواني وعبد بن حميد قال عبد أخبرني وقال حسن حدثنا يعقوب وابن إبراهيم ابن سعد قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب قال أخبرني عبد الحميد ابن عبد الرحمن ابن زيد أن محمد بن سعد بن أبي وقاص أخبره أن أباه سعدا رضي الله عنه قال استأذن عمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده نساء من قريش يكلمنه ويستكثرنه عالية أصواتهن. نساء من قريش اللي هم زوجات النبي، زوجات النبي قاعدين مع النبي بيتكلموا معاه وصوتهم عالي شوية واخدين راحتهم، يعني زوجهم بقوا بيتكلموا مع النبي بصفته زوجا فبتبسطوا معاه. ويستكثرنه يعني يطلبن ايه النفقة، اكثار النفقة يعني، عالية اصواتهن. فلما استأذن عمر قمنا يبتدرن الحجاب، اول ما عرفوا ان عمر داخل كله استخب وسكتوا. فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك، فقال عمر أضحكك الله، أضحك الله سنك يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عجبت من هؤلاء اللاتي كنا عندي فلما سمعنا صوتك ابتدرنا الحجاب. قال عمر فأنت يا رسول الله أحق أن يهبنا. ثم قال عمر أي عدوات أنفسهن، بيكلمهم بقى هم من وراء الحجاب، ما هو قريبهم أصل هم كلهم قراشيين ولاد عمومة فهم قرابته ايضا، يعني زوجات النبي كانوا قرابات لعمر. اي عدوات انفسهن اتهبنني ولا تهبن رسول الله، ما هو من بينهم بنته حفصه كمان، حفصه بنته معاهم، فهم؟ اتهبنني ولا تهبن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلنا نعم انت اغلظ وافض من رسول الله. النبي جاء ايه هين لين، النبي عنده حلم، انما انت عمر ده على طول بيضرب. قلنا نعم انت اغلظ وافظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ما لقيك الشيطان قط سالكا فجا الا سلك فجا غير فجك. والفج هو الطريق الواسع، وده برضه من مناقب سيدنا عمر بن الخطاب انه لا يجتمع الشيطان في مجلسه ابدا ولا يدخل ولا يقربه. درجة كانوا يأتوا بإيه؟ بالإنسان المسحور سيدنا عمر، بس مجرد يدخل عن سيدنا عمر يقول له اخرج يخرج، وأنا انتهينا رضي الله عنهم جميعا. وعن أبي قال حدثنا هارون بن معروف قال حدثنا به عبد العزيز بن محمد قال أخبرني سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنده نسوة قد رفعن أصواتهن على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما استأذن عمر ابتدرن الحجاب فذكر نحو حديث الزهري. وعن أبي قال حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن صرح قال حدثنا عبد الله بن وهب عن إبراهيم بن سعد عن أبيه سعد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول قد كان يكون في الأمم قبلكم محدثون، يعني ملهمون. يبقى محدثون هنا يعني ملهمون، يعني يجري الحق على ألسنتهم. قد كان يكون في الأمم قبلكم محدثون فإن يكن في أمتي منهم أحد فإن عمر بن الخطاب منهم. قال ابن وهب تفسير محدثون ملهمون، وملهم يعني يجري الحق على لسانه. وعن أبي قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حاء قال وحدثنا عمرو الناقد وزهير بن حرب قال حدثنا ابن عيينة كلاهما عن ابن عجلان عن سعد بن إبراهيم بهذا الإسناد مثله. وعن أبي قال حدثنا عقبة بن مكرم العمي قال حدثنا سعيد بن عامر قال جويرية بن أسماء أخبرنا عن نافع عن ابن عمر قال قال عمر وافقت ربي في ثلاث في مقام إبراهيم وفي الحجاب وفي أسار بدر. يبقى وفقت ربي في ثلاث أحوال. لما قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ما تصلي عند مقام إبراهيم، فنزلت الآية واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى.
وبعدين في الحجاب لما اقترح على النبي صلى الله عليه وسلم ان يحجب زوجاته عن الناس حيث انه يدخل عليه البر والفاجر، فنزلت الايات وقرنا في بيوتكن وايه الحجاب، والحجاب بكل موافق لايه لما كان يتمنى سيدنا عمر. وفي اسارى بدر لان سيدنا عمر قال في اسرى بدر يقتل، وهذا هو حكم من كان قبلنا. فهمت ازاي؟ ما حكم الانبياء في الامم السابقه انهم يقتلوا اسراهم. وبعدين وربنا سبحانه وتعالى قال ما كان لنبي ان يكون له اسرى حتى يدخن في الارض، يعني ما كان لنبي قبلك ان يكون له اسرى حتى يدخن في الارض. وسيدنا عمر قال نسخن في الارض، يبقى وافق حكم الله في الانبياء السابقين، ولكن لم يوافق حكم الله في امه النبي. خد بالك، لان تغير الشرع. لولا كتاب من الله سبق، اي بحل الغنائم لكم، لمستكم فيما اخذتم عذاب عظيم. فكلوا مما غنمت. وعلشان كده اقر النبي على ما اختاره. عارف لو كان اختيار النبي في الاول غلط كان قال له رجع الفداء واقتله، ما كانوا لسه في ايده. لا، ده قال له كلوا مما غنمتم حلالا طيبا. لماذا؟ لانه تغير الشرع، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال فضلت على الانبياء السابقين من قبلي بخمس، وفي روايه بعشر، منها احلت لي الغنائم ولم تحل لنبي قبلي. لكن النبي لما اجتهد قبل نزول الحكم، قبل ان يعلم الحكم اجتهد، فوافق اجتهاد النبي مراد الله منهم. فهمت بقى ازاي؟ وعشان كده لابد ان نفهم الايه ما كان لنبي قبلك، لازم نستثني النبي ان يكون له اسرى حتى يسخن في الارض. تريدون عرض الدنيا، اللي فرحوا بقى بالفداء ربنا بيلومهم، انتوا فرحتوا بالدنيا، المفروض تفرحوا بالاحكام مش بالدنيا. تريدون عرض الدنيا والله يريد الاخره، افرحوا بالدنيا لاجل الاخره، لا تفرحوا بالدنيا لاجل الدنيا. يبقى ربنا عاب عن بعض الصحابه الذين فرحوا بالفداء لانهم كانوا فقراء ففرحوا بالمال. فربنا قال لا يليق بالمسلم ان يفرح بالدنيا، بل يفرح برحمه الله وفضله لا بالدنيا. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. انتم فرحتوا مما تجمعون، والاولى بكم ان تفرحوا بفضل الله ورحمته. وفضل الله هو دين الله واحكام الله، ورحمته هو النبي. نفرح بالنبي ونفرح بدين الله، انما نفرح بشويه حطام دنيا، تيجي الدنيا ناخدها للاخره مش ناخدها للدنيا. يبقى ادي معنى اللوم الذي جاء في الايه، في الايه لام بعض الصحابه الذين فرحوا بالفداء من اجل الفداء من اجل المال. وايه؟ وعشان كده سيدنا عمر لما قال بقتلهم دل على ان الدنيا ليست لها نصيب في قلبه، وانه كان لا ينظر الى المال، وكل دي فضائل في سيدنا عمر. عشان كده رسول الله قال ايه؟ لو نزل عذاب ما نجا الا عمر، يعني لو نزل عذاب لامتي للصحابه الموجودين دول ما نجا الا عمر. والنبي خارج، النبي خارج اصلا، لو نزل عذاب ما نجا الا عمر معي، يعني لعدم وجود الدنيا في قلبه، فهو مثلي في هذه الحاله. فهمت بقى المعنى؟ هذه الايات دي لازم نفهمها بتريري، لان المفسرون قالوا فيها كلام خطا شديد، وقالوا ان النبي اخطا في اجتهاده. هذا خطا، لو اخطا في اجتهاده لعاد الحكم للحكم الاول. لكن ما كان لنبي قبلك او غيرك أن يكون له أسرى حتى يدخن في الأرض. تريدون عرض الدنيا يا من تحبون الفداء لأجل الدنيا، والله يريد الآخرة، يريد أن يكون همتكم للآخرة لا للدنيا، والله إيه عزيز حكيم. لولا كتاب من الله سبق، أي لولا كتاب من الله سبق في حكمه القديم بحل الغنائم لهذا النبي وأمته لمستكم فيما أخذتم عذاب عظيم، لولا ذلك فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا فإني أحل لكم الفداء والغنائم بعد ذلك. فكان اختيار النبي بركة للأمة صلى الله عليه وسلم. وعن أبي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال لما توفي عبد الله بن أبي ابن سلول، أبي ابن سلول، لأن ابن دي صفة عبد الله، أم سلول أبوه أبي وأمه سلول. فهمت؟ فلازم تقراها بالطريقة دي. لما توفي عبد الله ابن أبي
ابن سلول تبقى ايه يعني عبد الله ابن سلول كمان، يعني ابوه ابي وامه سلول، وعشان كده اثبت الالف في ابن قبل سلول، لانه اذا نسب ايه لامه او لغير ابيه تثبت الالف في ابن كتابة، فهمت؟ يعني خطا تثبت الالف، لكن لو نسب لابيه لا تثبت الالف خطا وتثبت نطقا، تكتب عمر بن الخطاب وتقراها عمر ابن الخطاب، تقول أسامة ابن لادن، لكن الأمريكان يقولوا إيه؟ بن لادن، هي بن لادن بيقولوها بن لادن، هي غلط. يعني أنا زمان من عدة سنوات كنت بعمل عمرة فلقيت كده محل مكتوب عليه بن لادن، وأنا بحب القهوة ولا بن داود باين، بن داود، فرحت ايه بقول للواحد معايا بقول له تعالى نشتري بن من عند بن داوود، قال لي ابن داوود يا دكتور ابن داوود، ايه اللي بن ده؟ قلت له يا ابني فين الالف؟ ما هو لو كتبوا الالف نقول ابن داوود، مش كاتبين الالف يبقى بن داوود على طول. فهم ايه غلط، طالما كاتبين يعني بادي بابن تثبت الالف ايه خطا، لو ما اثبتش الالف خطا بقت بن، بوظت الحكايه، بن وشاي بقى مش هتمشي الحكايه، فناخد بالنا من الحكايه دي. وعلشان كده شوف هنا قال لك ايه، لما توفي عبد الله ابن ابي ابين ابن سلول، شوف بقى ايه ابن سلول عيسى ابن مريم في القران تلاقي اثبته الالف عشان منسوب لامه، مش كده برضه؟ يبقى اذا نسب لامه او نسب لغير ابيه لجده، يعني لو نسب لجده مش لابيه يثبتوا الالف، علشان يعرفك ايه ان الاسم ده اللي بعديه ده مش ابوه اللي خلفه، ده جده، فهمت ازاي؟ لازم او كتبتها من اول السطر، يعني كتبت مثلا في اخر السطر عمر وعايز اكتب لابن الخطاب، هبتدي السطر الجديد بابن، اروح قالك اثبت الالف، فهمت ازاي؟ مواضع اثبات الالف خطا، لكن في كل الاحوال تثبت نطقا، فهمت؟ ناخد بالنا من الحته دي. لما توفي عبد الله ابن ابي ابن سلول جاء ابنه عبد الله ابن عبد الله، عبد الله ابن ابي ده زعيم وامام المنافقين، نعوذ بالله من امامه الكفر، وابن عبد الله على اسم ابيه كان صحابي صالح محترم، فهمت؟ لما ابوه مات راح لرسول الله صلى الله عليه وسلم يطلب منه ان هو ايه ان يعطيه قميصه ان يكفن أباه فيه أباه، هو كان أبوه أصلا قايل لابنه وهو على مرض فراشه قال له إذا ما مت فأتني بقميص رسول الله صلى الله عليه وسلم. طب هو يعني هو عايز يتبرك؟ ما هو مكذب ده كده، لا يريد أن تبقى عنده يعني زي ما تقول حاجة فخر كده يفخر بيها، يبقى إيه ابنه يفخر بيه أمام الناس إن أبويا تكفن في قميص النبي، تبقى فخر يعني من باب الفخر. فقال له لما أموت روح لإيه؟ لمحمد وقول له هات لي قميصك اتكفن فيه. ما كانش يعترف برسالتي على فكره، كان كافر. فالمهم عبد الله رايح بعد ما مات ابوه عبد الله، راح علشان يجيب من النبي القميص، النبي عارف ان ده كافر ومجرم وكل حاجه، لكن النبي بقى عنده شفقه ورحمه. الراجل مات خلاص. ومش هيفيله القميص يعني كتير ولا قليل. لكن هيطيب خاطر ابنه الصحابي. ومش كده وبس، وكمان هيرد جميل عبد الله الميت هذا، لانه في اسرى بدر كان العباس عم النبي، والعباس عم النبي كان جسمه طويل فارع، وكان في ليله برد شديده البروده، فقعدوا يدوروا على قميص يلبسه علشان يكفيه ويدفي نفسه بيه، ما لقوش الا قميص عبد الله بن ابي، فهمت ازاي؟ فعبد الله بن ابي هذا ادى قميصه لعم النبي وهو اسير في بدر، فالنبي حملها جميله، فالنبي اراد ان يرد الجميل حتى لا يكون لهذا المنافق يد عليه، ثم ايضا يبر ابنه في ابيه فيكون منقبه له، لان ابنه كان رجلا صالحا، فهمت بقى ازاي؟ شفت النبي كان يعني عنده رحمات. لو احنا قميص ايه اجري يا ولد، ما ينفعش الحكايه دي. فسأله أن يعطيه قميصه أن يكفن فيه أباه فأعطاه، ثم سأله أن يصلي عليه، قال له قم برضه صلي عليه،
فقام رسول صلى الله عليه وسلم يصلي عليه. فقام عمر فاخذ بثوب رسول الله. سيدنا عمر بقى طبعا مش طايق، عارف ان ده كافر. ايه يا رسول؟ سيدنا رسول بيبص للموضوع بمعنى اوسع، لان هذا الرجل امام الناس اللي خارج المدينه عارفين ان ده صحابي من اتباع محمد، ده خارج اللي في خارج المدينه خالص. فلو النبي عاداه وامر بقتله الناس هتخاف تروح تسلم نفسها للنبي، يقول لك ده بيقتل اصحابه فيصدوا عن الدين، فهم؟ لكن النبي صلى الله عليه وسلم اختار ان يفعل خلاف الحكم الشرعي من اجل ما هو اوجب منه، وهو تاليف قلوب الناس وتحبيبهم في هذا الشرع الشريف. سيدنا رسول بينظر للموضوع بهذا الامر بالمقال ده. سيدنا عمر شايف الموقف على قد كده بس، فنظرة عمر اضيق من نظرة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الله غار على نبيه، شفت بقى؟ لان النبي كان طبيعته يتنازل عن حق، وربنا كان يغار على النبي، فنزلت الايات قالت ولا تصلي على احد من امتي ابدا ولتكن على قبر. خلاص يعني حتى الله غار على نبيه من شدة شفقة النبي بالناس صلى الله عليه واله وسلم، عشان تعرف النبي ده كان ايه، رحمة خالصة كده، ما فيهوش عنده شهوة انتقام ولا عنده غل ولا عنده حقد ولا عنده الحاجات دي خالص، كان رحمة خالصة صلى الله عليه وسلم. فقال سيدنا عمر يا رسول الله أتصلي علي وقد نهاك الله أن تصلي علي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما خيرني الله. ربنا كان لسه ايه بيقول له استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، ما قالوش لسه ولا تصلي، قال استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. والنبي فصيح فاهم إن 70 غير مرادة العدل، لكن النبي من رحمته قال أنا استغفر لهم يا رب أكثر من 70 بس استغفر له. شوف رحمة النبي قد ايه، وهو فاهم ان 70 هنا يعني غير مرادة العدد، يعني معناه اكتر عدد، فهمت ازاي؟ ولكن بالرغم من ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم لان قلبه صاغه الله بهذه الطريقة رحمة خالصة، حتى انه لما شق صدره وهو صبي صغير اخرجوا منه ايه، علقة سوداء، علقة سوداء اخرجوها من قلب النبي، وقالوا هذا حظ الشيطان منه، أي حظ الشيطان من رحمة قلب النبي، مش حظ غواية. النبي أبعد عن الناس عن الغواية، لكن لأنه رحمة خالصة للعالمين، والشيطان وإبليس داخل في العالمين فقد يكون له حظ في هذه الرحمة، فأراد الله أن ييأس إبليس فأخرج هذه الرحمة التي هي نصيب الشيطان من رحمة النبي لأنه من العالمين، فأخرجها من قلب النبي وهو صبر صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا يدلك على أن روحانية النبي مخلوقة قبل إبليس، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فلما خلقه جعل الرحمة شاملة للعالمين، فلما خلق إبليس وطرد من الرحمة بقي أن يخرجه من رحمة هذه الرحمة. فهمت المعاني دي كلها؟ لازم ناخد بالنا من هذه المعاني كلها، قل من نبه على مثل هذه الدقائق. إنما خيرني الله فقال استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة وسأزيد على 70 قال إنه منافق. فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنزل الله عز وجل ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. وعن أبي قال وحدثنا محمد بن المثنى وعبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى وهو القطان عن عبيد الله بهذا الإسناد في معنى حديث أبي أسامة، وزاد قال فترك الصلاة عليهم. ونقف على باب من فضائل عثمان بن عفان رضي الله عنه غدا إن شاء الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك وكما تحب وترضى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.